أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامجكم عليكم بالعافية. معنا اليوم الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. أهلا وسهلا فيك شيف. برحب بحضرتك. كيف حالك شيف؟ الحمد لله. كل عام أنت بخير. وأنت طيب. شو محضر لنا اليوم؟ شو الوصفة؟ النهاردة معنا شوربة حبوب القمح مع اللحمة المفرومة والخضروات. عندنا ربع كوب من الشعير و200 جرام من اللحم اللي هي قليلة الدسم، أو بنحكي للحام يشيل الدسم منها. جزر تقريبا حبة، حبتين طماطم، وملعقة صغيرة من الزعتر المجفف، وتقريبا بصلة إلى بصلتين بالضبط، وقليل من الزيت. قليل من الزيت. أيوة، عشان حط قليل من الزيت وننتظر شوية لما الكازرول بتاعنا تسخن. الشوربة عنصر مهم وأساسي زيه زي السلطة، زيه زي الميني كورس، كمان لا يقل أهمية عن الميني كورس ولا يقل أهمية عن السلطة بالنسبة للناس الصايمين. يعني أكيد لازم يبدأوا هما بالشوربة عشان تلين معدتهم بعد الإفطار، بعد ما يكسروا صيامهم ثلاث حبات من التمر. مهم جدا يبدأوا بالشوربة الدافية اللي هي بتلين المعدة وبتسهل الهضم، بدل ما يصير في عنا عسر في الهضم وتلبكات في المعدة لما بيبدوا اللي هي الوجبات الدسمة. شوف هلقيت الزيت سخن. سخن شوية. أيوة. بننزل بالبصل بتاعنا ليتغير شوية وياخد لون عشان يدينا النكهة بتاعته، نستفاد من فوائد البصل. البصل مش بس بيعطي نكهة جيدة للطعام، البصل كمان كويس للهضم وفي ألياف، يعني صراحة مضاد للأكسدة ومقوي للجهاز المناعي. في كل شيء البصل، يعني البصل موجود. صح. في كل الأكلات البصل، الحمد لله. كل وصفات البصل. خلينا هلقيت نحكي على الفوائد الصحية للشعير. أيوة، للقمح. الشعير عالي جدا بالألياف، الألياف هاي بتساعد على الشبع لفترة طويلة، فهو جيد للناس اللي بتبعوا حمية لتخفيف الوزن. لما بياكلوا الشعير بيعطيهم وقت أطول في الشبع، فما بيضطروا ياكلوا كل فترة وأخرى. وهو جيد أيضا لمرضى الكوليسترول ومرضى السكر. مرضى الكوليسترول لأنه الألياف الموجودة في الشعير بتخفض عنا الكوليسترول، ولمرضى السكر لأنه بتخلي عندهم مستويات السكر فترات طويلة جدا، يعني بتكون منتين، ما بتكون منخفضة أو مرتفعة. عن القمح، الشعير مفيد لمرضى السكر؟ أيوة، يأكلوا بكميات معينة اللي هي بحصص. يعني إحنا أخصائي التغذية بنعطيهم حصص معينة مفروض يتبعوها في اليوم. صح إنها هي مفيدة، بس ممكن ترفع السكر في حال إنهم كتروا من الكمية أو من الحصة اللي إحنا وصفنا لهم إياها. وللناس اللي هم عايزين يعملوا دايت. أيوة، للناس اللي عاوزين يعملوا دايت، هو أصلاً عالي بالألياف، فزي ما حكينا بيخليهم عندهم إحساس بالشبع ومش كل فترة بضلهم جعانين. وهاي الوصفة ليش ممتازة كمان؟ لأنها فيها بروتين الموجود في اللحم. البروتين هذا كمان بيعطي إحساس بالشبع، وهو مفيد إنه في مصدر عالي من الحديد. هذا الحديد كويس للناس اللي عندهم فقر دم أو الأنيميا. الشوربة جدا مهمة في رمضان. مفيدة جدا في رمضان. وفي غير رمضان كمان كهو. لما انت بتبدا انت الوجبه بتاعتك حتى في غير رمضان بالشوربه بتبقى كمان بتاخد حيز كبير من المعده، بيكون في بيبقى في شوربه ما بتاكلش كميات اكتر، وده كمان بيساعدك ان انت كمان ان كنت انت بتثبت وزن او كنت انت بتحاول تنزل وزن. كمان مفيده جدا الشوربات ان احنا نبدا بيها الوجبات بتاعتنا، حتى تناول، حتى عود نفسك دايما ان انت تبدا الوجبه بتاعتك قبل الاكل. دايما خد ولو بولة صغيرة شوربة، ولو مدر صغير من البولة قد البولة دي يكون شوربة. صح، والشوربة بتزود الجسم بالسوائل، بالأخص إحنا هلقيت في فصل الصيف، فهذه السوائل مفيدة إنها بتحمي من الجفاف. مهم جدا ومفيد جدا للصايم إن هو يتأكد إن هو يكون دائما حريص إن هو يتناول كمية كافية من السوائل
في خلال فترة الإفطار اللي هو ما بعد الصيام، دايما نكون حريص جدا ان انت تتناول ميه كافيه، اشرب ميه زياده، خد سوائل بالقدر الكافي بحيث ان انت ما تاثرش على جسمك، اللي هو بعد صيام طويل ان انت تكون شربت عصير كفايه، ميه كفايه، لان السوائل مفيده جدا. ان هي فايده السوائل في الجسم يا دكتوره؟ اكيد طبعا 70 ل 80% من جسم الانسان فيه سوائل، فاصلا كل الوظائف اللي هي عملية الأيض شغالة في الجسم، هي اللي بتساعد على إنه الشخص يحرق من السعرات الحرارية، وبتساعده إنه ما يصير عنده جفاف ويتعب بسرعة. بس زي ما أنت حكيت يا شيف إنه هم لازم ياخدوا من بين الفطور للسحور سوائل، بس يقسموها على ساعات، لانه في بعض الاشخاص بياخذوا كميات كبيره على السحور. ايوه على الفطار وعلى السحور. الفطار هذا بتسبب عسر في الهضم، بس على السحور اذا اخذوا كميه كبيره من السوائل هاي بتخليهم بسرعه يفقدوها. في اليوم الطبيعي يا دكتوره، او اللي هو اليوم العادي، ايه النظام الصحي اللي هو لتناول الوجبات؟ ان انا اشرب الاول ولا انا اكل الاول؟ ايه الصح؟ اوكي، الصح طبعا لانه بيكون مستويات السكر في الدم في الحد الادنى لها، فاحنا لازم نبدا بثلاث تمرات، هذا اولا. بعدين بنشرب كوب من الماء او اللبن قليل الدسم، وبعديها بنبدا بالشرب عشان نطمن انه كميه السوائل اللي اخذها كفايه. وبعد ما نشرب الشوربه ممكن نبدا بطبق السلطه، تكون طبق السلطه يعني كميه وفيره، ما تكون بس شوي ونبدا بالمين كورس، لا تكون كمية وفيرة. بعد ما نخلص طبق السلطة ممكن الواحد يروح يصلي أو يستريح شوي، وبعدين يبدأ بالمين كورس، لأن المين كورس دهون، فمحتاج المعدة تتلين قبل ما يبدأ الواحد بالإفطار. دلوقتي دكتورة احنا نزلنا البصل، خد اللون الذهبي، نزلنا اللحمة، سيبناها شوية برضو لما خدت اللون الذهبي عشان تدينا اللي هو ناخد منها اللي هو الطعم الفليفر بتاعها، ونزلنا بالقمح بتاعنا اللي هو الحبوب الكاملة، حطيت الجزر اللي هو الغني بالفيتامين اي، اللي زي ما الناس بيعرفوا، او يعني الجزر غني بالبيتا كاروتين اللي بتتحول لفيتامين اي المفيد جدا للنظر. معقول؟ يعني المعلومه دي معلومه صحيحه؟ لا معلومه صحيحه. يعني الجزر بيقوي النظر. ايوه. وعندنا اللي هي البندوره، نزلنا البندوره مليانه بالسوائل، زي ما كمان احنا كنا بنتكلم عن السوائل، غنيه بالسوائل، غنيه بماده اللايكوبين اللي هي المضاد للأكسدة، بتحمي خلايا الجسم من التأكسد، وفي دراسات يعني انها هي بتوقي من السرطانات. سبحان الله. نعم. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى حط في كل شيء فوائد الانسان على مدار العصور، عمال يكتشف فوائد الخضار، فوائد في اللحمه، فوائد في البقدونس، يعني سبحان الله. الفول فيه بروتين مظبوط؟ على حد معلوماتي اللحمه كمان فيها بروتين، اللي مش قادر اللي هو يكون فيه ياكل لحوم، او اللي هو ممنوع من اللحوم. ممنوع من اللحوم، ممكن ياخذ من المصادر النباتيه اللي هي زي ما قلت انت، الفول على السحور يعني خيار جيد. العدس نفسه كمان بروتين؟ العدس العدس بروتين نباتي، فهذا اي حد ما بيقدر ياخذ اللي هي البروتين من الحيواني ممكن ياخذ. في بديل؟ في بدائل، دائما الله خلق لنا بدائل. شوف احكي لك معلومه على البقدونس، هلا بتعرف البقدونس فيه كميه فيتامين سي اعلى من الليمون؟ لا انا ما اعرفش المعلومه دي. يعني كميه الفيتامين سي اللي فيها عاليه جدا، لدرجه انه الناس اللي عندهم التهابات في الكلى او المثانه بينصح انهم يستخدموا اللي هي البقدونس او شراب البقدونس، لانه عالي جدا بالفيتامين سي ومضادات الالتهابات. في اللي هي حبوب الشعير كمان عاليه بالكالسيوم والفوسفورس، اللي هي مفيده لقوه العظام، تحمي من هشاشه العظام. في كالسيوم الشعير؟ في كالسيوم، يعني نفس الكالسيوم اللي احنا بنحصل عليه من اللبن، موجود في الحليب والاجبان. ايوه نفس بس هي موجوده في مصادر كثير، بس الناس بس بتعرف اللي هي الحليب واللبن هو المشهور. يعني كمان اذا انا باكل خبز كمان بستفاد كالسيوم؟ اكيد. عندي معلومة للمتابعين في كل مكان ان الحليب زي ما هو غني بالكالسيوم، كمان اللي هو الخبز كمان غني بالكالسيوم. لو عند طفل ما بياخدش مثلا اللي هو الحليب او مشتقات الاجبان او البيض،
ممكن ياخدوا كالسيوم من خلال الخبز او الشعير او مشتقات الشعير عموما يعني. دلوقتي نرجع تاني للطبق بتاعنا احنا اللي هو الشوربه بتاعتنا، البصل مع اللحمه مع الشعير نزلنا بيه، حطينا كمان الجزر والبقدونس، وضفنا الطبق بتاعنا مقدار هايل قد من الميه، حطينا الفلفل الاسود وحطينا كمان شويه ملح، بنزيد شويه ملح، وهنحط كمان الزعتر كميه الزعتر اللي احنا كنا جايبينها. اعتقد ان هو كده الطبق بتاعنا يعتبر بشكل كبير جاهز، بنسيبه يغلي مع بعضه بس لمده 10 دقايق، وبعد العشر دقايق هنشوف هنقدم لكم الطبق ازاي باي شكل من الاشكال. بس انا اعتقد ان الاكله ديت على تعتبر طبق رئيسي يعني، مش شوربه، لانها قيمه غذائيه عاليه جدا يعني، ومقارنه بسعراته الحراريه اللي هي القليله قيمته ما شاء الله يعني كثير عاليه. فيها 126 سعره حراريه، 5 جرامات دهون فقط، و8 جرامات كربوهيدرات، وعندنا 10 جرامات من البروتين. طبعا هي عاليه بالبروتين بسبب وجود اللحم الاحمر. يعتبر خلاص بعد 10 دقائق الطبق بتاعنا جاهز على التقديم. نختار طبق مع قرنش، انا ممكن نقدم كمان الخبزه دي مثلا مع الخبز المحمص، بعتبره طبق رئيسي. انا كمان لو قللت نسبه السوائل فيه ممكن اتناوله كطبق رئيسي اكيد الفطار. السوائل بتعتمد، بس هو افضل مع السوائل على اساس تشعرك بالشبع وتمدك بكميه السوائل اللي انت طول فتره الصيام محتاج هالسوائل. بالظبط. خلاص مدي في كامل السؤال كمان اديل طبعا شكله كامل وشكله كمان مشهي لذيذ. مدي في كمان شوية سؤال هو كامل لانه في كربوهيدرات وفي بروتينات بالزبط. ودهون يعني هو كامل بالزبط. من العناصر الاساسية بالزبط. وكامل من ناحية الفيتامينات والمعادن. طبعا جاهز، والهنا والشفاء المتابعين. وصفة جديدة من وصفاتنا اللي احنا متعودين دايما نتواصل معكم بوصفات جديدة تساعد السادة المشاهدين في حياة أفضل، حياة صحية أفضل، وبنقدم اللي هو الثقافة التعريفية اللي هو ثقافة غذائية، ازاي تبدأ منين وتتعلم ازاي تاكل قد ايه سعرات حرارية، ازاي تحسب السعرات الحرارية اللي انت جسمك محتاجها، وتتناول قد ايه الأكل المفيد لجسمك، مش اللي هو اوفر كونسيومشن. احنا ضد الاوفر كونسيومشن، احنا دايما البرنامج بتاعنا برنامج توعيه صحيه عشان يوجه الساده المشاهدين قد ايه تناول اكل وقد ايه انت محتاج لاكل. بحب اتشكرك شيف محمد على تقديم هذه الوصفه الصحيه اللي مكوناتها سهله ومتناوله في ايدي الجميع. وبهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله في حلقات ووصفات صحيه اخرى في برنامجكم عليكم بالعافيه.